فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أمر الوالد ولده بأن يطلق امرأته، فهل يجب على الولد أن يطيعه في ذلك؟ لا لا، ما يجب عليه، ما يجب عليه أن يطيعه في تطليق امرأته وهو لا يريد ذلك، ما يجبره على ذلك ولا يكرهه على ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.